دكتور مسعد عويس نقيب المهنة الرياضية، ايوه، وعضو المجتمع المدني يعني. دكتور مسعد، النهارده ايه راي حضرتك في اللي شايفه انت في اللجنه؟ والله شوف حضرتك، مصر النهارده بتمر بمرحله رائعه من مراحل الديمقراطيه، وكل اللي بنتمناه ان احنا في هذه المرحله نتضافر ونتعاون ونضع دستور مشرف جدا لمصر ويراعي المستقبل. بدعو كل شباب مصر ان يعني يشاركوا في يعني افكار الدستور الجديد، وبدعو كل قيادات مصر العظماء اللي هم ليهم خبره وليهم تاريخ ان يتضفروا ويتعاونوا. وائتلاف وطني مصري في بعد ثوره 25 يناير بندعو ان احنا نقدم مصر في الصوره التي نتمناها، مصر عظيمه يجب ان يعلم قدرها، يجب ان نعلم تاريخها. كل من يحكم مصر لابد ان يكون عارف قدرات هذا الشعب العظيم. انا اشتغلت مع الطفوله والشباب، كل اللي برجوه ان احنا يعني نقدم للمستقبل لهذا الوطن القدوه والمثل الاعلى، وان نتالف ونتضافر من اجل مصلحه مصر. العالم كله بينظر الينا، والتاريخ بيسجل هذا، وان شاء الله هننتصر باذن الله. شكرا شكرا فندم.